بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم إن شاء الله سوف نشرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه القواعد الأربع ألفها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي تشتمل على أربعة قواعد جاءت بها الأدلة من الكتاب ومن السنة. والشيخ عندما ألف كتاب الأصول الثلاثة كان يوضح ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ووضح رحمه الله أهمية التوحيد، وألف رحمه الله كتاب الأصول الستة، وكان يريد بهذه الأصول بيان ما يحتاجه المسلم في حياته وفي مجتمعه، وأن الجماعة لا يمكن أن تجتمع إلا بالتوحيد، وأن الجماعة تحتاج إلى إمام، وأن الإمام لا يكون إماماً إلا بالسمع والطاعة. ثم بيّن أيضاً أن هذه الجماعة تحتاج إلى العلماء الربانيين الذين يدعون إلى السنة، إلى التوحيد، وإلى التمسك بالكتاب والسنة. ثم بيّن أيضاً في الأصول الستة ما يتعلق بأهمية أن يفرق المسلم بين العلماء الربانيين وبين علماء الضلالة. ثم أيضاً بيّن في الأصل السادس ما يتعلق من الشبه التي يبثها الأعداء من أجل صرف الناس عن الكتاب وعن السنة. ثم ألف هذا المؤلف وهو متعلق بأربعة قواعد، وهي قواعد مهمة، وهذا المؤلف يبين للمسلم ما يحتاجه في تحقيق التوحيد، وكيف يستطيع أن يفرق ما بين أهل التوحيد وما بين أهل الشرك. فجاء بهذه القواعد الأربع المهمة، فذكر في القاعدة الأولى أن الكفار قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وبين أن ذلك لم ينفعهم لأنهم لم يحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى. إقرارهم بأن الله الخالق والرازق لم ينفعهم، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنهم يقولون أننا ما دعوناهم ولا عبدناهم إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ويريدون الشفاعة منهم. القاعدة الرابعة بيّن، أو الثالثة بيّن رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر للناس وهم متفرقين أشتاتا، كل يعبد ما يعبد من الحجر وغيره، ومنهم من يعبد الملائكة وغيرها من العبادات الأخرى، ومع ذلك لم يفرق بينهم عليه الصلاة والسلام. القاعدة الرابعة أن مشركي قريش كانوا أفضل من مشرك هذا الزمان، وأن مشرك زمان هذا الزمان الذي عاشه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك أيضا هذا الزمان الذي نعيشه، أن مشرك هذا الزمان أغلظ من مشرك الزمن الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فنبدأ إن شاء الله هذه الليلة بالقاعدة الأولى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، هذه القاعدة الأولى، هذه هي مقدمة للقواعد الأربع، بدأها المؤلف رحمه الله، وهذا الدعاء الذي صدر به هذه الرسالة هو ديدن الشيخ رحمه الله، وهو الطريقة التي يتبعها الشيخ من أجل تحبيب الناس لهذه العقيدة ولهذا التوحيد. ولذلك نقول أن الداعية إلى الله يجب أن يكون رحيماً لمن يدعوهم، ولذلك كان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ينبغي للداعية في دعوته وفي توجيهه، أن يكون رحيماً عطوفاً ناصحاً لمن يدعو، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة التي بدأها الشيخ رحمه الله هي مقدمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فأخذها المؤلف وبدأ بها هذه القواعد الأربع. ونجد أن الشيخ رحمه الله بدأ بما يتعلق بعنوان السعادة. السعادة لها شروط بيّنها رحمه الله من خلال الدعاء، ففي قوله في دعائه في هذا المؤلف يقول: وأن يجعلك، وهذه لا شك أنها لفتة من الشيخ عندما يكتب في كتابه ويقرأ كل واحد منا هذه العبارات وهذه الدعوات، فإن هذا الدعاء يشمل كل من قرأ وسمع هذا الدعاء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أيضا هذا من نباهة الشيخ وحرصه أيضا على مثل هذا الدعاء. فقال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فقال: هذه هي عنوان السعادة. كيف؟ أولا إذا أعطي شكر، فالمؤمن دائما
يشكر لله سبحانه وتعالى على النعم العظيمة. ولا شك أن من أعظم النعم التي ينعم بها العبد هي التوحيد والعقيدة. فإذا كنت موحدا لله سبحانه وتعالى فاعلم أنك حزت أفضل ما في هذه الدنيا ألا وهو التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك نقول وننبه أن الشكر يكون إما بالمقال، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالمقال وبالفعل. فإذا قلنا أن الشكر بالمقال فنجد أن ذلك في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فهذا يكون بالمقال. أما بالعمل كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، هذا بالعمل. وأيضا يكون بالقول والعمل: واشكروا لي ولا تكفرون، فهذا يشمل القول ويشمل كذلك العمل. ولكن نقول: ما هو الفرق بين الشكر وبين الحمد؟ هل هناك فرق بين الشكر والحمد؟ الشكر يكون عن نعمة يحصل عليها المسلم فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أما الحمد فإنه يكون على نعمة أو لا يكون على نعمة، فربما يبتلى فيحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال، في السراء وفي الضراء. أما الشكر فإنه يكون عن نعمة. الشكر يكون باللسان وبالعمل، أما الحمد فيكون باللسان دون العمل. الحمد يكون باللسان دون العمل، أما الشكر فإنه يكون باللسان وبالعمل. وأيضا الشكر يكون باستعمال النعم والمحافظة عليها. النعم تحتاج إلى شكر، وهذه النعم التي يجب علينا أن نحافظ عليها هي نعم عظيمة. أول نعمة يجب أن نحافظ عليها هي نعمة التوحيد، فيجب أن يتعلم المسلم ما يجنبه الوقوع في التوحيد، وخاصة في هذا الزمن ومع كثرة الشبه ومع كثرة تلك الرسائل التي تصل عن طريق وسائل التواصل وغيرها أيضا من الشبه التي أحيانا تطرح في المجالس من بعض الناس ممن يريدون شرا لهذه الأمة. فلذلك ينبغي على المسلم، بل يجب عليه، أن يحصن نفسه من هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأن يقع في الشرك وهو لا يعلم. فلذلك نقول أن الشكر يكون باستعمال النعم وبالمحافظة عليها وعدم إهانتها. كذلك هناك نعم ينعم بها العباد من المأكل والمشرب والأمن وغيره، هذه نعم تحتاج إلى شكر. ولئن شكرتم، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذه تحتاج منا إلى الشكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى في أيضا: وذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان ذكر أهل التفسير عن نوح في قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، قالوا: إنه كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، فهذا من شكر النعم. وهذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ: إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وهذا حال المسلم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك المسلم يصبر على الابتلاء ويصبر على ما يحصل له من المصائب وما يحصل له من أحوال الدنيا. فجاءت البشارة، قال: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الثلاث أيضا هي من علامات التوحيد، هذه الثلاث من علامات التوحيد. والموحد إذا أنعم الله عليه بالنعم
كان واجبا عليه أن يشكر هذه النعم. والموحد إذا ابتلي فإن عليه أن يصبر، وإذا وقع في الذنب فإنه يستغفر. وهذا هو الحال الثالث الذي ذكره المؤلف، وإذا أذنب استغفر. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. ثم قال المؤلف أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وذكرنا سابقا أن الحنف هو الميل، والحنيفية هو من يكون مائلا عن الشرك ذاهبا متوجها إلى التوحيد. وقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتجنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تفسد كما ذكرنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وأيضا جاء ما يدل على ذلك أيضا من آيات كثيرة عندما بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر التوحيد. والله سبحانه وتعالى أيضا بين فيما يتعلق بما يصيب المسلم من الضراء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا متعلق أيضا بالعبادة. فجميع هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف وهي عنوان السعادة هي متعلقة بالتوحيد. أيضا الله سبحانه وتعالى بين حال إبراهيم عليه السلام، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. إذن إذا أمرنا بأن نكون على هذه العقيدة وهذا التوحيد، فإن الواجب علينا أن نتجنب الشرك وأن نحذر من الشرك، وهذا ما يريد أن يقرره المؤلف رحمه الله تعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بهذه الحنيفية، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون متبعا لإبراهيم فيما يتعلق بالعقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في مثل هذه المسائل المهمة المتعلقة بالتوحيد. فقال المؤلف قوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كيف؟ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولذلك ذكرنا وكررنا مثل هذا الكلام، وهو أن مهما يعمل المسلم من عبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، فإذا أشرك بالله مع قيامه بهذه العبادات فإن جميع العمل الذي عمله حابط. كيف؟ الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وقال: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك قال في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك ذكروا أهل العلم ما يتعلق بهذا الأمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو متعلق بأمر مهم، وهو في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر أهل العلم أمثلة على ذلك، كيف أن العبادة لا تصلح إلا مع التوحيد. شبهوا ذلك، قالوا: كما أن الصلاة لا تصلح ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فلو أن رجلا صلى بغير طهارة، لو قام الليل كل الليل ولكنه على غير طهارة، هل صلاة هذا الرجل مقبولة أم لا؟ نقول: لا، لأنه صلى بدون طهارة. وكذلك من عبد الله وهو لم يوحد الله وأشرك مع الله
فإن جميع أعمال هذا الرجل حابطة. كيف ذلك؟ يعني كل الأعمال التي عملها من الصلاة والصيام والحج وغيرها، لو أنه أشرك في عبادة واحدة من هذه العبادات ووحد الله في جميع العبادات، مثلا حج لله ولم يشرك، وصلى لله ولم يشرك، ولكنه عند الذبح ذبح لغير الله، فنقول جميع هذه العبادات التي قام بها ولو كان فيها موحدا فإنها حابطة ولا تصلح. لذلك يجب أن يحقق المسلم التوحيد في جميع أعماله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خالصة لله سبحانه وتعالى. فقال أيضا المؤلف، وهي المسألة الرابعة في هذا في هذه المقدمة، يقوله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك وهو التوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. وصف الشرك بالشبكة، الشبكة إذا مسكت الفريسة يصعب على الفريسة أن تتخلص من هذه الشبكة. وكذلك شبه الشرك في من وقع فيه، فإن الشبه يستشربها أو يأخذها القلب فيصعب عليه أن يترك الشرك، ولذلك سماه شبكة. ولذلك هم أولئك الذين يدعون الناس لعبادة الأولياء وغيرهم ويأمرونهم بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، هم يوقعون الناس في هذه الشبكة، في شبكة ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقعوا فيه لم يستطيعوا أن يتخلصوا من ذلك. ولذلك الشرك الأكبر أيها الإخوة، تنبهوا، أمره خطير. أولا أن من وقع في الشرك أن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أول أمر. من وقع في الشرك فإن الله لا يغفر له من الأعمال. الأمر الثاني أنه موجب للخلود في النار. الأمر الثالث أن جميع الأعمال التي عملها حابطة وغير مقبولة. ولذلك جاءت الأدلة واضحة في هذه الثلاثة التي ذكرت. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وجاء في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تنبهوا، أمر الشرك عظيم وخطير جدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وجاء أيضا في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي يا محمد وإلى الرسل من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى أيضا في حال المشركين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه أدلة واضحة صريحة. لذلك يجب على المسلم أن يتنبه إلى مثل هذا الأمر، وهو متعلق بأهمية التوحيد والحذر من الشرك. أيضا قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، القاعدة الأولى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، المؤلف ذكر هذه القاعدة لكي يحذر المسلم من الشرك، لأن بعض الناس يلبس على بعضهم فيقول: أنا أؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فهذا كافي إذا آمنت بأن الله
هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لجميع الأمور. نقول لا، إذا علمت بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي وجب عليك أن توجه العبادة لله سبحانه وتعالى. كان الواجب عليك في هذه الحالة أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولذلك بين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالربوبية ولكنهم يجحدون ولا يوجهون العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذه لا تكفيهم. ولذلك بين المؤلف في هذه قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هم أقروا بهذه الأمور، ثم استشهد بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون؟ أفلا ترجعون إلى الله؟ أفلا توجهون العبادة لله سبحانه وتعالى وهو المستحق لهذه العبادة؟ ولذلك على المسلم أن يقر بثلاثة أمور: توحيد الربوبية وهو ما ذكره، ولذلك توحيد الربوبية لم يجحده إلا القليل، توحيد الربوبية لم يجحده إلا القليل من الملاحدة، ولكن معظم الخلق يقرون بتوحيد الربوبية. التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. والثالث هو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وأن يقر المؤمن ويؤمن بأسماء الله وصفاته، وهذا هو أيضا متعلق بالتوحيد الثالث. يقول المؤلف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا أيضا فيه دلالة أيضا على ما يتعلق بأن ما كان عليه المشركين من أنهم يقرون بأن الله هو الخالق. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله. وكل هذا ما ذكرناه فإنهم لم يقروا بأن العبادة توجه لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء للمشركين وأمرهم بتوحيد الله وبعبادة الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من ذلك. ولذلك عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، قال: قولوا لا إله إلا الله، هل قالوها؟ ما قالوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون معنى ذلك، هم يعلمون لو أنهم قالوا لا إله إلا الله لدخلوا الإسلام، ولكن مشركي هذا الزمان تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله، ثم تجده يذبح لغير الله، تجده يدعو غير الله، فهذا لم يحقق لا إله إلا الله. فلذلك نجد أن مشركي العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون معنى هذه العبارة، ولذلك لم يقولوها، ويعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لدخلوا في الإسلام، وهذا أمر مهم. ولذلك جاء أيضا المؤلف عندما ذكر هذه الآية وبين هذا الأمر، وهو متعلق بأن أول قاعدة أن يتنبه المسلم وأن يفرق ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فلا يعني أن تؤمن أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر أن هذا كافي، بل يجب عليك أن تحقق الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجميع العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى منكرا لمشرك قريش: أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأيضا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فكل هذه الأمور متعلقة بهذه القاعدة. القاعدة الثانية قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، يقول المؤلف قوله أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هم يقولون لا، يعني نحن أقل من أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، فنحن عندنا من الذنوب والمعاصي، وهؤلاء أولياء عند الله سبحانه وتعالى، فنحن ما نعبدهم ولا نتقرب إليهم إلا من أجل الشفاعة، لكي يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى لنا كما يقولون. فهم عندما تسألهم لماذا، يقولون أو يشبهون ذلك بملوك البشر وبالمسؤولين. يقول: إذا أردت أن تذهب إلى ملك أو مسؤول فإنك لا يمكن أن تصل للملك مباشرة، فتحتاج إلى الوزراء وغيرهم أو بمن يعمل عندهم، فتعطيهم أو تطلب منهم هذه الشفاعة لكي يشفعوا إلى هذا الملك. فهذا هو ما عندهم من شبهة وما يتكلمون به، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، لا يحتاج إلى واسطة من أجل الدعاء. فهذه الشبهة شبه الخالق بالخلق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد الشيخ رحمه الله دليلا على أنهم يفعلون ذلك لطلب القربة، فجاب بالأدلة التي تدل على ذلك، كما في ما يتعلق بالقربة وهم يتقربون من هؤلاء من أجل أن يقربوهم من الله زلفى، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ما يقولون، وجاء بالدليل على ما يتعلق بالشفاعة، كونهم يريدون الشفاعة من هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبالنسبة للشفاعة، والشفاعة كما ذكر المؤلف شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية هي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه سبحانه، فهذه هي الشفاعة المنفية. والشفاعة، عبارة الشفاعة هي بمعنى الطلب، عندما تريد فلان اشفع لي وهو طلب منك بأمر معين تطلب الشفاعة، وهو طلب، يعتبر الشفاعة بمعنى الطلب. والمطلوب منه، المطلوب منه عندما تريد الشفاعة، إما أن يكون حيا حاضرا، شخص حاضر وحي تطلب منه، أو شخص ميت. فلا شك أن الشفاعة إذا طلبتها مما يقدر عليه الحي الحاضر فلا حرج في ذلك، يشفع لك عند أمر، يشفع لك عند فلان تريد أمر معين يساعدك فيه، فهذا أمر محمود الحاضر. أما الميت فلا يمكن أن تطلب منه الشفاعة. ولذلك الشفاعة بالنسبة للحي
الحاضر، وكذلك أيضا الشفاعة في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، هذا أيضا جاءت به الأدلة ودلت عليه الأدلة، وهو ما يتعلق بطلب الشفاعة يوم القيامة. أما بالنسبة للميت فلا تطلب منه الشفاعة، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى وبين ذلك في كتابه: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأيضا في قوله تعالى في هذه الشفاعة: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذا يدل على أن الشفاعة تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فجاءت أيضا أدلة كثيرة تدل على ذلك وبينها المؤلف، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعة تكون من الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. أما الشفاعة من الحي القادر بطلب الدعاء منه فهذا لا شك من الأمور المباحة والجائزة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو لهم فيطلبون منه ذلك. وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. سمع الصحابة هذا الوصف العظيم في 70 الذين يدخلون الجنة، أيضا جاء في رواية من غير حساب ولا عقاب، فقام رجل عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فهذا هو نوع من نوع طلب الشفاعة، وهذا ما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هناك شفاعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده وللأنبياء وللملائكة ولمن اصطفى عليه ولمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأيضا جاء في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه سبحانه وتعالى، أي أن لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة. جاء في حديث عظيم لعلنا نذكره لكم، وهو من الأحاديث الحقيقة التي تدل على أيضا الشفاعة يوم القيامة وما يحصل من كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في يوم القيامة يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون، طبعا ينتظرون كما تعلمون أن يوم القيامة يقف الناس وقت طويل فيجتمعون، يجتمع المؤمنون فيطلبون الشفاعة، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، يعني يطلبون الشفاعة من الأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فيأتون آدم فيقولون لآدم: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. فعندما قالوا ذلك لآدم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه فيستحي، فيقول: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونهم فيقول: لست هناكم أيضا، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن، أي إبراهيم. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونهم يذهبون إلى موسى فيقول أيضا: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول: ائتوا عيسى
عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول أيضاً عيسى: لست هناكم، أؤتوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فأنطلق، أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. يقول عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، أي يعلمه الله سبحانه وتعالى هذا الحمد، ثم يقول: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. سأل أبو هريرة رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده.
كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، هذه أيضا القاعدة الثالثة التي بيّنها الشيخ رحمه الله، وهي متعلقة بأنه لا فرق بين المشركين، لا فرق بين من يعبد القمر أو الشمس أو يعبد الصنم أو يعبد الملائكة أو يعبد الأولياء، جميعهم دخلوا فيما يتعلق بأنهم خرجوا من الإسلام ووقعوا في الشرك. لذلك يقول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ماذا تعني هذه الآية؟ إنكم وما تعبدون من دون الله، من دون الله أي عبادة لغير الله فإنها داخلة في ماذا؟ في الشرك. فلا فرق بين أن يعبد الصنم أو يعبد ولي أو يتقرب إلى ولي أو يتوجه إلى ولي من دون الله، فجميع هذه الأمور التي ذكرناها وبيناها يجب أن تكون لله، سواء وجهها كما كان في عهد إبراهيم، في عهد إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الكواكب ويعظمونها، وكانوا حتى يصورون حتى الأصنام على أشكال كواكب في عهده، كانوا يضعون حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها في عهد إبراهيم عليه السلام كانوا يضعون أيضا ويصورون الأصنام على أشكال كواكب وغيرها، وكانت الشياطين تأتي إلى مثل هذه الأصنام وأيضا تتكلم وأيضا تفتن الناس عندما تتكلم، فكانوا يعبدونها ويتقربون إليها. فهذه الأشياء التي تعبد من دون الله سواء كانت الكواكب أو كانت الأصنام كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من عبادتهم للات والعزة والأصنام التي كانوا يضعونها حول الكعبة وغيرها أيضا، كل هذه داخلة في الشرك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لا فرق في ذلك. ولذلك يوضح الشيخ أن بعض الناس يحاول أن يفرق بين شرك وشرك آخر، يقول جميعهم داخلون في هذا الحكم وهو المتعلق بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الأدلة السبع التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأيضا الدليل هذا طبعا يبين الأدلة بشكل عام أن كل مشرك داخل في هذا الحكم مهما كان الشرك الذي وقع فيه، وأيضا جاء ويبين الأدلة أن هذا الشرك متنوع، فجاء لمن يعبد الشمس والقمر في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وأيضا جاء بدليل عبادة الملائكة في قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وجاء بالدليل على عبادة الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال أيضا جابد أيضا رحمه الله ذكر الدليل في عبادة الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. وجميع هذه العبادات التي تصرف لغير الله جميعها داخلة في هذا الحكم. وجاب أيضا ما يدل على عبادة الشجر وغير أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في هذا الباب، بل إن بعض الخلق كانوا يعبدون الجن كما في قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وكانوا يخافون منهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبين رحمه الله جميع هذه الأبواب، ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي ونصه أن في الحديث أنهم خرجوا الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم
يقال لها ذات أنواط. يقول: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم الأنواط، أيضا ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن ذلك داخل أيضا في باب خطير، وهو متعلق أيضا بباب الشرك، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشجرة بعينها كانت للمشركين ذات أنواط، ينوطون بها الأسلحة، أي يعلقونها عليها ويعكفون حولها. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم مثل هذه الشجرة. نعم، قاعدة الرابعة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. نعم، هذه القاعدة الرابعة والأخيرة يبينها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهو أن المشركين المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة أنهم وقعوا في الشرك في الرخاء وفي الشدة. إذا جاءت الشدة يلتجئون إلى الأولياء ويقومون بالذبح عندهم ويطلبون المدد ويطلبون الولد ويطلبون الشفاء من هؤلاء الأولياء، وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا أن يقومون بإجابة ما دعوا به. فلا شك أن هذا هو من الأمور الخطيرة، ولذلك أراد المؤلف أن يوضح أن ما وقع فيه المشركين في هذا الزمن أشد مما وقع من المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر حال المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأيضا جاء في قوله تعالى في قوله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني دون ما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، أي أنهم مشركي العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابتهم الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا في وقت الرخاء عبدوا تلك الأصنام التي يظنون أنها تقربهم إلى الله. وأيضا جاء في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أحيط بهم، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون عندما أحيط بهم؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، انظروا في وقت الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين. ماذا قالوا؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولكنهم إذا نجاهم الله سبحانه وتعالى إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه القاعدة يستفاد منها أن الشرك بعضه أغلظ من بعض فيما يتعلق في أن أولئك المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقرون ويعلمون حقيقة أن العبادة يجب أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن استكبارا عندهم، لأنه إذا جاءتهم المحنة جاءتهم المصيبة التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بالنسبة لمشركي هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى هؤلاء الأولياء في الرخاء وفي الشدة.
ولذلك نقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشرك. هذا في الحديث القدسي. ولذلك يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ونختم هذا الباب وهو المتعلق بالقاعدة الرابعة، وهذا ما ذكره المؤلف من هذه القواعد المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.